شويه ويعملوا عمليات التجميل. حبيت رايكم ببساطه، يعني رايك مثلا فنانين اللي صاروا يغيروا ملامحهم. الرجال الرجال وراح اعطي لك صوره حتى شوفي باش نفهموا. كيما قال خويا مهدي، قال لك الحريه، كل واحد حر في حياته يدير واش يحب. مي كاين كيما حنا رانا كمان جزائريين، ما نقبلوش واحد يكون اوفر شويه، يزيد شويه فوالا. معليش دير كيراتين شوي داكا، معليش قال شعرك مش مليح وحب دير لاكوبلي تحبها باسكو ما ياخذلكش الراي شعرك، دير له كيراتين يا با بروبليم. مي ايبيلاسيون سوال عادي نو طيب يلا في الرجوله، فوالا باسكو هذه داخله في الرجوله فهمتي. وانت حسين انت لو كان باغ اكزومبل دون كيلكو زاني يكون عندك يقولوا خيوط الزمان اللي غادك لي غيد، اسكو تروح دير بوتوكس باش تقعد جاري؟ لا ما نديرش باسكو لازم نفرح بهم. انا كل يوم نكبر نشوف روحي نكبر نفرح بزاف، باسكو كل 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 سن عدو الشارم تاعو. سي فغي او با؟ صح. يلا نشوفوا مع بعضنا برك الصوره تاع الفنان تامر حسني اللي مؤخرا يعني بان انه غير في نفسه، وراح تشوفوا انتم الجمهور اليكم الحكم. كانوا في كثير انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمهور الفنان تامر حسني اللي عمل عمليه مشهوره، صارت مشهوره مؤخرا، هي تعريض الحنك، عملوها فنانات كثار، صار عندهم تقريبا وجههم مستطيل ولا مش عارف مربع. فوش رايكم لما يكون فنان وراجل مثل ما راكم تشوفوا، فنان كبير اكيد نحترمه الفنان تامر حسني اللي عمل هذه العمليات؟ انا ما نحكيش عليه. علاش ما تحكيش عليه؟ كيما دخلني كيما دخلني بارك ما نديرش انا راسي لا بد انا ما بديش لعب. انا خايف نقول كلمه بعد يطيحوا عليا في انستغرام لي فان تاعي. لا لا واحد راه ولا يقول كلمه على بالك راكم قاعد تخافوا من الانستغرام. وحنا رانا في هاد لمه الحراير رانا نجبدوا كاع المواضيع، ربي يجيب الخير والله. ان شاء الله يحبونا كيما هاك يتقبلونا. هي شوفي كل واحد يدير واش حب، يدير يكبر الذقن يكبر مش عارف شنو. صح انت برايك، صح انت برايك هو كان احلى قبل ولا الان؟ راي شخصي يعني في الجو. انا شخصيا انا عندي هاك خير هاك كعرض حنكو. صح. وانت سيد مهدي نسبة نوري يا ربي ما تجيش يا ربي. تامر حسني نعرفه شخصيا انسان حباب جدا، عنده لوفون تاع ابيض بزاف ما شاء الله. نفضله مقبل ولا من دركا؟ نفضله مقبل اكثر. مقبل ممكن. هو الشيء اللي راه صحيح او خطا؟ خطا. خطا اعتبره خطا. هنا رايحين ياسمين نفسيا نفسيا انت تفضلي قبل عندها باسكو عندها دي كونسيكونس مش ملاحه في العمليه التجميل اللي تابعوه يعطوه قبل اللي تفضليه. واي واي المهم اكيد. لكن تامر حسني فنان كبير وحتى انا نقدره وشفته كذا مره، نحترمه اكيد هو وزوجته. نوجه لهم تحية باش ما يزعفوش تاني. هاي خايفة يزعف منها هنا ويصبح وياهي. يلا رايحين نشوفوا دي فوتو فقرة لو ناتشوغال ولا لا. داكو يلا انتم غادي تروحوا تقولوا لنا على حسب لي فوتو اللي غادي نبينوهم. فوالا نشوفوا هكذا يا اسكو سي ناتشوغال بور فو ولا لا. الفنانة أحلام أكيد غنية عن التعريف. حسين سمي نفسها بالملكة. كيش بانت لك؟ ناتشورال. ناتشورال؟ تبان لك فنانة أحلى ناتشورال. يا واحد الغشاش يا عرب يا واحد الغشاش. لا شوفي باسكو فكر في ناتشورال مهدي بالك تعرف هذا الشيء خير مني. ليستيتيك دروك راهم طوروا فيه بزاف وين ولاو يوصلوا لواحد لا ناتشور تاعو. صدق اذا كان فيه ديف ولا حاجه والله تحلف تقول هذاك هو هاك. صح اكزاكتومون تقولي هذا هاك. انا بو مو عندي احلام هاك تبان ناتشورال. هاك تبان ناتشورال ماشي خاطر فنان احلام عندها بوفوار عندها في الوطن العربي. لا انا علاقتي معها طيبه ما كانش مشكل كاع. مي وشنو هاي ناتشورال بزاف هنا راهي ناتشورال. صح راهي معوده كما مشوالبها معوده نيفها. مي وشنو راح داتهم للطبيعه مي معودتهم سي فغي او با مهدي؟ اني اون باس يلا قلنا نقول الحقيقه يا اخي. لا ايا نمشوا لصوره اخرى. الله الله على بال الله يبارك. هذه لا ناتيور تاع بصح ناتيورال. بارك الله فنانه هايدك شو ديال باينه لا بوتي الجيريان. هذه لا ناتيور تاع بصح ما شاء الله ناتيورال متخلي طبيعي مظاهر السن عليها اللي هو يعني شعر ابيض وهكا يزيدها رونقا معروفة في فيلم الحريق. وا سي فغي. نشوفوا الصورة الجاية. معروفة في أفلام أخرى كذلك. نعطي لكم غير أن إكزومبل. اللي يعجبك بزاف أنت. يلا فنانة أنغام.
أنغام اللي هي طبيعية ناتشورال ولا لا؟ يادرة 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 غير طبيعية غير طبيعية ومتأكد أستاذ مهدي متأكد ده غير طبيعي صح شو اللي طايح عليه هذا الشيء غير طبيعية بصح دايرة أنا مدابيا شفت صورتها كي كانت كأنها طبيعية كأنها طبيعية كأنها طبيعية بس مش طبيعية أحسن لو كان حطونا صور قبل وبعد ممكن لا هي نعرفوها من قبل تعرفها من قبل آي لا شوفي هي قاع كنا كيما هاك في الصور والله صح أنا عندي واحد فوتو كون وريهم لك ما تاع العيد تقولي لا بصح شونجمون راديكال ماشي كاع كيما هكا سي فري ما انا كان شعري بوكلي وكنت بصح ماشي يعني اون ديغي نوتر بيرسون الفنانه انغام اشتغلت على نفسها اشتغلوا عليها فوالا اكزاكتومون لا ولا لا مليح والله لا التكنولوجي هذه الاخرى انا شي با كونتر التجميله انا ثاني مانيش كونتر كاع انا شي با كونتر زعما سيرتو لا اونتي با كونتر بصح انا نقولوا ليكزاجيراسيون زعما كان عندي حاجه ما تعجبنيش في روحي نبدلها بصح انا بور لو مومون ما بدلت والو بالك ممكن تبدل بلو طار بالك لو كان نشبن ندير بوتوكس وكاع نورمال لا ما ولاوش يديروا بوتوكس جو بونس هذيك لا تكنولوجي لي بوفيلينغ يلا يعرف بس خبير في التجميل لي بوفيلينغ هذاك سي غالي نحوه منك ويعاود يديروه في بلاصه واحده اخرى اه سي ميو باش لو كور تاعك فوالا مي سي انكور سي انكور بير سي انكور بير صح. يلا في واحد يقعد ناتورال خله في سوار غير ناتورال بدو كريستيانو رونالدو كريستيانو معاود كريستيانو رونالدو لا هو كريستيانو انا ني فان تاعو باش نتفاهموا كريستيانو عاود سنانو برك هذا سقم سنانو شويه برك فوالا دار دي فاسيت و ممكن من كثر ما هو ناجح ما يحتاج حتى يجمل نفسه ما يحتاج ما يحتاج كريستيانو مرتبته ونجاحه وزينوه من غير عمليات التجميل سي فري سي فري عساف محمد عساف الفنان محمد عساف فلسطيني نوجه له تحيه والاهلنا في فلسطين الى في دو فويس دار عرب ايدول عرب ايدول معاود مش ناتشورال ناتشورال نعرفه مليح ناتشورال شكون نجوى كرم نجوى كرم الفنانه الكبيره نجوى كرم يلا هدرها لك شوفها يضحك انا نشوفها غير من تحت لتحت تضحك وانا باين عارف علاش راك تضحك هو راه يعرفهم كاع مش حاب يهضر مهدي محمد مهدي هدرنا يلا عطينا ديسكو عطينا لا غير نعطيك ديسكو بحال ناتشورال وبا ناتشورال سي با ناتشورال مش طبيعي فقط فوالا مش طبيعي انا عملت معها لقاء عملت معها لقاء في باريس فنانة نجوى كرم اكيد يعني هي حتى في الوقت الاخير قالت انه عملت نيفها كان عملها ازعاج كان عندها مشكل في الانف وتهتم بمظهرها كثير هي ايقونه الجمال في الوطن صحيح. العربي صحيح. سواء في اللبس صحيح. وناس كبار يشتغلوا صحيح. انهم يلبسوها وكلش امراه تري تري كلاس نعم ما شاء الله راقيه نعم. جدا نروح نشوفوا لكن اكيد مشتغله على نفسها نشوفوا زينه الدوديه زينه الدوديه الفنانه المغربيه ناتشورال انا نقول ناتشورال ان تي بو ام تي بو هو راه يعرف انا ما نعرفش خاطر الدرك تاعو حتى اللي ولا لا انا بنقول ماشي معاوده والو هذه انا بنتي ثاني ماشي معاوده انا بنتي انا حاجه خفيفه الله اعلم ولا هي صورتها معاوده بصح الله جينا عبد الفيريتي يا محينا كان راني خايفه يجبدوا لي لي فوتو انت نعرفوك كيفاش راكم مش ترحموا تاعك ماشي من التحرايط عندنا تي فيديو 99 انا عندي لي فوتو تاعي في اليوتيوب يلا كملنا مع الصور كملنا مع السؤال معايير الجمال تختلف من مكان لثاني من ثقافة لثانية من بلد لآخر مثلا معايير الجمال في الوطن العربي نحب المرأة تكون ممتلئة تكون تحط المكياج يكون شوية ممكن ثقيل بالنسبة للسهرة ولا مثل المكياج في لبنان في أوروبا تكون ممكن أكثر رفيعة كما نقولوا رقيقة وتكون بسيطة في المكياج تاعها يكون محسوب ما يبانش سامبل كتير في الصين يحبوا مثلا المرأة تكون رجلها صغيرة ويعملوا هذاك الحساب انه يحطوا ميم دي سباغادغا كاين باش ما يطولوا الرقبة هذيك في افريقيا يحبوا المرأة تكون رقبتها طويلة كل ما تفضل ومثلا في موريتانيا يحبوا المرأة تكون سمينة مثلا انا ولا ياسمين انا نروح لموريتانيا لا لا جوستومون ياسمين في موريتانيا انت مثلا ما تعجبيهمش ما يقدروا ما تقدرش تتزوجي انا ماشي رقيقة يحبوا المرأة لما تكون فعلا فعلا ممتلئة جدا وكل ما تكون مطلقة أكثر كل ما تزيد طلب عليها في الزواج ويعني يتزوجها رجل ذو منصب عالي يعني هانا سمحي لي غادي نحبسك ما انت ما تتزوجيش في موريتانيا لا شوف انا في موريتانيا نبغي نروح باش ناكل اللي نحب من سمن ما على باليش هذيك هي باسكو انا كومون دونك نروح لموريتانيا سي بون سي ديسيدي انا نروح نعيش في موريتانيا راح نشوفوا مع بعض موريتانيا الشقيقه راح نشوفوا مع بعض
رمز من رموز الجمال زمان هذه في إيران. نشوفوا برك الصورة. الأميرة الأميرة قاجار آخر رموز الجمال الفارسي، كان هي وأختها كانوا معروفين كثار، عائلة حاكمة من 1789 1905 وعش ياسمين. المهم هذه ممكن برك نرجع نشوفوا الصورة باش نشوفوا معايير الجمال، نشوفوا زمان هذه عادي. هذه زمان يعني طلبوها خطاب كتار كتار الأقاويل يعني والأساطير تقول أنه طلبوها الزواج خطاب كتار. أنا نضحك باش ياسمين تضحك فيا. الخطاب كتار وقتلوا يقول لك الأساطير الأساطير ياسمين نعطيك واحد المعلومة واحدة أخرى بالك تعرفوها أنتم، غير هذول يتزوجوا يديروا الدار. أيوة والله العظيم والله لا 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 ما تضحكونيش بزاف، أنا ما ماماغ قالت لي تضحكي بزاف. لا فهذه زمان كانت تعتبر أيقونة ممكن موضة، وأساطير على عموم تقول أنه خطبها خطبوها ناس كتار وقتلوا ممكن انتحروا على جهة انتحروا على انتحروا. أوا جبونس هذه البلاد وين؟ في إيران. قول كلمة أخويا نوض لنا مشاكل مع إيران.